الحمد لله رب العالمين. وقفت على كلام للأخ الدكتور سعود ذعار في رده على الإمام الشيخ الفوزان عالم هذا الزمان حفظه الله وأطال الله في عمره، وكان يعني رد الدكتور فيه انتصار للنفس واضح من كلامه، وكان يعني يعيب الشيخ الإمام الفوزان في علمه وفي ديانته، وهذا ليس من الأدب يا دكتور، هذا ليس من الأدب حتى مع كبار السن. يعني حتى لو أن الشيخ الفوزان ليس بعالم فهو يكبرك بكثير، فمن الأدب ومن الديانة أن الإنسان لا يتطاول على من هو أكبر منه بهذه الطريقة. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يا دكتور يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دين الله سبحانه وتعالى. ونفسك يا دكتور حماك الله نفس المنتصر، يريد أن ينتصر لنفسه، بدليل أنك كررت أن الشيخ الفوزان قال بلغوا عنه، وكل تسجيلك يا دكتور يدور على هذه الكلمة، يعني انتصارك لنفسك، وهذا خطأ يا دكتور. وطالب العلم لا يناطح العلماء، طالب العلم يقف حتى لو أنه تبين له أن هذا العالم أخطأ، فمن التوقير والتعظيم للعلم فإنه لا يناطح العلماء على وسائل الإعلام وينشر كأنه يقول يا دكتور أني أنا والشيخ صالح سواء. لا يا دكتور، يعني ما أعتقد أنك يعني تفعل هذا الفعل، هذا ظني، وإن شاء الله أن يكون ظني في محله، لكن الخطأ وارد من الجميع. من جملة كلام الدكتور أنه يقول أن الشيخ صالح الفوزان تكلم عن الإمام الألباني. يا دكتور، الكبار إذا تكلموا سكت الصغار، ما لنا ولهؤلاء الجبال في العلم. لا زال العلماء، وهذا بإذن الله لا يخفى عليك، يرد بعضهم على بعض، وكلام الأقران يطوى ولا يروى يا دكتور، فلماذا تتدخل في أمر لا يعنيك يا دكتور؟ الألباني قال شيء والفوزان قال شيء، حفظ الله عز وجل الفوزان ورحم الله الإمام الألباني، ويكفي يعني أننا نعرف من هو الفوزان ومن هو الألباني. لذلك يا دكتور من السلامة، سلامة الصدر قبل سلامة اللسان، أن الإنسان يترك العلماء بحالهم ولا يفتري يا دكتور، لا يفتري. هناك لقاء مع الله سبحانه وتعالى لن تخلف يا دكتور، ولن ينفعك يا دكتور الذين يصفقون لك ويقول أنت لا تأخذك في الله لومة لائم. والله أول من سيهرب عنك ويفر عنك بين يدي الله عز وجل هؤلاء المطبلين، هؤلاء لن ينفعونك يا دكتور عند الله سبحانه وتعالى. فاحرص يا دكتور أن تخرج من الدنيا وليس في عنقك شيء لأحد، خصوصا إذا كان عالم من علماء الأمة كالإمام الفوزان. ما يعني حتى الإمام الفوزان لما تكلم فيك ما ذكر اسمك يا دكتور، قال بلغوا عنه، وما يعرف من أنت يا دكتور. لذلك هذا الفجور في الخصومة يا دكتور. بإذن الله تبارك وتعالى سأقف على بعض الأمور التي أنا أرى أنك لم توفق لها، فأرجو أن يتسع صدرك لهذه الأمور التي سأذكر. من هذه الأمور يا دكتور، أنت ذكرت أن الشيخ الألباني سلفي في الإيمان وفي غيره، يعني في عموم عقيدة السلف. ثم بعد لحظات ذكرت أن الشيخ الألباني وقع في بعض المسائل التي وافق بها المرجئة، يعني هذا من التناقض. ثم ذكرت آية، استدللت بآية على الإمام الفوزان بقول الله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا. طيب يا دكتور، أولا هذا تناقض، هو سلفي في الإيمان وفي غيره، قل أنه سلفي ولكنه وقع في بعض المسائل التي وافق بها المرجئة، فيبقى سلفي في عموم المسائل إلا في هذه المسألة التي وافق فيها المرجئة وأخطأ. هذا على قولك يا دكتور، مو على قولي. لكن يا دكتور المفروض أن الإنسان إذا استدل بشيء يكون يعني يمتثل ما يقول الله سبحانه وتعالى، يقول وإذا قلتم فاعدلوا.
أين العدالة في ذلك مع الرئيس؟ ترى ما يعنينا الرئيس دكتور، ولا أعرفه ولا جلست معه ولا تعدت معه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به وبك وبالمسلمين. لكن يا دكتور كذلك الرئيس، أنت كل ما خرجت علينا المرجئ 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 المرجئ، لماذا لا تقول في الرئيس كما قلت في الألباني أنه سلفي في كل الاعتقاد، إلا أنه وقع في بعض المسائل التي وافق بها المرجئة؟ أين قول الله سبحانه وتعالى يا دكتور وإذا قلتم فاعدلوا؟ أين العدالة من ذلك يا دكتور؟ لماذا هذا التفريق مع الفرق والبون الشاسع بين إمامة الألباني والشيخ الرئيس؟ ما في يعني ما في مقارنة بين علم هذا وعلم هذا أبدا، ولكن وإذا قلتم يا دكتور فاعدلوا. ومن ذلك من الأمور التي لم توفق فيها يا دكتور أنك ذكرت أن الإمام ابن باز رحمه الله أثنى على الإمام الألباني وقال أنه محدث العصر أو كلمة نحو هذه الكلمة. طيب يا دكتور، كذلك من العدالة يا دكتور حفظك الله أنك إيش تذكر ثناء الشيخ بن باز نفسه على الفوزان. لماذا يعني جئت بثناء ابن باز على الألباني ولم تأتي بثناء ابن باز على الفوزان؟ ولا أعتقد أن ذلك يخفى عليك، والتسجيل موجود، وثناء ابن باز رحمه الله على الشيخ الفوزان باسمه موجود. لو أي واحد يضغط ضغطة على هذه التسجيلات أو هذه المواقع يسمع ذلك. سئل الشيخ بن باز عن ابن غصون رحمه الله وعن الفوزان عن علم هؤلاء، قال أنهما بل بالعين، قال ابن غصون والفوزان قال من خيرة العلماء، لم يقل من العلماء فقط يا دكتور، قال من خيرة العلماء. أين يا دكتور وإذا قلتم فاعدلوا؟ امتثل ما تقول يا دكتور حفظك الله حتى يكون عندك مصداقية أمام الناس الذين يسمعون. فلا تأخذ شيء يا دكتور لنفسك وافق نفسك، وتترك شيء لم يوافق هذه النفس. لذلك يا دكتور ولا يجرمنكم كما أن ذكرت شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أقرب للتقوى يا دكتور أنك تعدل في الأحكام. كذلك يا دكتور من السقطات التي لم توفق فيها ذكرك للإمام الفوزان أنه تستطيع أن يأتي أو يستطيع أن يأتي أحد ويقول أنك تكفير وأنه انتشر بسببك التكفير. إما أنك لا تعرف الفوزان ولا أظن ذلك، وإما أنك لم توفق في هذه الكلمة لشيء في نفسك الله سيظهره سبحانه وتعالى. أو شيء الشيخ الفوزان ليس بتكفيري، وهذا بيجمع الأمة الذين يعرفون من الفوزان. والشيخ الفوزان يا دكتور لو أنك رجعت فقط لمسألة واحدة في يعني تعليقه على شرح السنة للبربهاري، لوجدت أن الكافر الأصلي، وهو الكافر الأصلي ليس المسلم يا دكتور، الكافر الأصلي يقول الفوزان عن هذا الكافر إذا مات فإنه لا يحكم عليه بنار. الكلام تخيل ها يا دكتور على الكافر الأصلي، فما بالك بالمسلم كيف يكون حكم الإمام الفوزان عليه؟ يقول لا يحكم عليه بالنار لأننا لا نعلم بما ختم له. فلما الافتراء على الإمام الفوزان يا دكتور؟ أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى بكل كلمة خرجت من فيك، وستجد هذه الكلمة أمامك عند الله سبحانه وتعالى. فاحرص يا دكتور ألا تخرج من الدنيا ها فقط أنك تريد متابعين، أنك تريد من يصفق لك، هؤلاء ما ينفعونك يا دكتور، ومثلك بإذن الله يذكر. ومن أقوالك يا دكتور أنك تهمت الشيخ الفوزان بالجهل بالعلم وطعنت في دينه. الجهل بالعلم أن الشيخ سفر الحوالي هو علم الفوزان أن عقيدة الأشاعرة يعني أن الأشاعرة لم يخالفوا أهل السنة في مسألة واحدة وهي الصفات، وإنما خالفوا أهل السنة في كذا مسألة. الشيخ الفوزان يا دكتور ما تخفى عليه هذه الأمور، وهو من نعومة أظافره وهو يعلمنا العقيدة، ما تخفى عليه هذه الأمور، مر على الشروح ومر على أقوال أهل السنة ومر على أقوال أهل الكلام، ما تخفى عليه هذه المسألة. ولكن الشيخ الفوزان يا دكتور أراد أن أظهر مسألة، وهذه ما أعتقد أنك يعني لا توافقني عليها، أظهر مسألة ويعني خالف فيها الأشاعرة أهل السنة هي مسألة الصفات، وهذا بالاتفاق، هذه أظهر مسألة خالف فيها الأشاعرة أهل السنة، وإلا الأشاعرة خالفوا أهل السنة في
بعض الأبواب. لذلك يا دكتور يعني هدي من نفسك، الله يحفظك بطاعته، هدي من نفسك حتى لا تلقى الله عز وجل بظلم الناس، خصوصا ظلم العلماء. والظلم الثاني وهو الأشد، يعني أنت اتهمته في أنه جاهل، واتهمت الفوزان بدينه أنه عالم سلطان. عالم سلطان، تعرفون ماذا يكون عالم السلطان يا إخوة؟ عالم السلطان يراد به اليوم أنه يفتي السلطان بما يريد السلطان وليس بما جاء بالوحي، وهذا عين النفاق. ثم تذكر أن للفوزان وجهان، وجه أمام الناس ووجه خلف الناس. يا دكتور أنت قاعد تتهم الإمام الفوزان بالنفاق، يعني عالم سلطان وله وجهان، هذا حل المنافقين. ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟ أين التقوى يا دكتور؟ أين الخشية من الله سبحانه وتعالى؟ انتبه يا دكتور، أنا أعيد وأكرر، انتبه أن تلقى الله عز وجل بهذه الطريقة وهذا الأسلوب، والله لن ينفعك الناس يا دكتور. كذلك من أقوالك يا دكتور أن يعني جئت بشيء ما يقبله طالب العلم، طالب العلم اللي عنده رائحة العلم ما يقبل بهذا الكلام. تقول أن الإمام الفوزان قال، طبعا أنت ما تقول الإمام الفوزان، تقول الفوزان وصالح الفوزان وغير ذلك، وهذا يعني أردت به تنقيص الإمام الفوزان التي أجمعت القلوب، قلوب أهل السنة على حبه وأنه عالم الزمان، ولكن لعل في نفسك شيء أظهره الله سبحانه وتعالى على فلتات لسانك، هداك الله. عموما تقول أن الإمام الفوزان قال عن الألباني وغد، ثم تأتي بدليل ما يقبله حتى العامي، حتى العامي الذي يعرف شيء من العلم ما يقبله. تقول جاءني من تعرف، يعني أنت من تعرف أنت، ها، وقال لك أنه جالس في مجلس الفوزان، وقال عن الألباني وعن طلابه، عن الألباني خصوصا، أنه وغد. هل يقبل هذا طالب علم يا دكتور؟ هل يقبل هذا طالب علم؟ أنا جاءني بعض الشباب وأخبروني عنك بأشياء، فما ذكرت هذه الأشياء، يعني تفتري هذا الافتراء الشيخ الفوزان؟ والله لمجرد أن جاءك واحد وأخبرك هذا الخبر، ما كان منك هذا الأمر، وما كان من طالب علم يقول أنه طالب علم ويخرج على الناس ويتكلم ويعني ينصح الناس أن يذكر هذه المسألة التي لا داعي لها، إلا أن فيها تنقيص الفوزان وأنه لم يسلم من لسانه أحد. وهذه من لم يسلم من لسانه أحد أتركها للجمهور، هم اللي يسمعونك يا دكتور، وهم اللي يسمعون الفوزان، وهم الذين يحكمون بذلك. أخيرا يا دكتور أقول لك، هون على نفسك يا دكتور، والله أن الدنيا بجميعها لا تستحق هذا العناء، ما تستحق أنك ترد على فلان وعلى فلان وعلى فلان بالباطل. أما بالحق الذي ترى حق شيء ثاني، أما أنك ترد عليه بالباطل يعني تستهدف أهل السنة والجماعة وعلماء أهل السنة ومشايخ أهل السنة وطلاب العلم، تستهدفهم ويسلم من لسانك أهل البدع وأهل الضلال وأهل المناهج المنحرفة، يا دكتور هون على نفسك، هون على نفسك. ومثلك بإذن الله يذكر أن هناك لقاء مع الله سبحانه وتعالى، مع كل من تكلمت بهم وشتمت هؤلاء وعبت علم هؤلاء أو طعنت بدينهم، أن هناك لقاء مع الله. لذلك أنا أدعوك لأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب الحل من هؤلاء قبل أن تذهب إلى الله، والله يا دكتور لن ينفعك هؤلاء جميعا. كم من إنسان، يعني لا تنظر إلى كثرة المتابعين، المطرب وأجلك الله عن هؤلاء، المطرب والرقاص أو الراقص أو غير ذلك عندهم ملايين المتابعين، ولكن هذه المتابعة إما لك عند الله وإما عليك، وأنت الحكم على نفسك. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، والحمد لله رب العالمين.